وإلى آخر الأخبار المنوعة مع زميلة هاجر عبد الله. مساء الخيرات. مساء النور، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من فرنسا، حيث أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية توقيف 148 شخصا اشتركوا في أعمال شغب أدت إلى خسائر مادية، وأشعل مشجعو باريس سان جيرمان النار في السيارات وحطموا واجهات المحلات التجارية، واشتبكوا مع قوات الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بعد أن توج بايرن ميونخ بطلا لأوروبا للمرة السادسة بفوزه بهدف لصفر على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم أمس. حققت فرقة بي تي اس الكورية الجنوبية نجاحا جديدا بأغنيتها المصورة داينامايت التي حصلت أكثر من 170 مليون مشاهدة في أقل من 72 ساعة منذ طرحها، وحطم الفيديو الموسيقي رقما قياسيا كأسرع فيديو موسيقي يحقق 100 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب في 24 ساعة و27 دقيقة، كما تصدرت الأغنية قائمة آي تيونز للأغاني في 104 دولة. ويذكر أن أغنية داينامايت هي أول أغنية تؤديها الفرقة الكورية باللغة الإنجليزية بشكل كامل. تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي، أعادت شركة EMC أكبر شركة مشغلة لقاعات السينما في الولايات المتحدة فتح 100 صالة، وتعتزم إعادة فتح 300 صالة أخرى خلال الأسبوعين المقبلين. كما باشرت شركة سينمارك إعادة فتح قاعاتها تدريجيا، إلا أن الولايات الرئيسية وفي مقدمتها كاليفورنيا ونيويورك ونيو جيرسي لم تسمح بعد بإعادة فتح دور السينما. من جهتها نشرت الجمعية الأمريكية لمشغلي قاعات السينما بروتوكولا صحيا ينص على إلزامية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي. نبقى في أخبار السينما مشاهدينا، حيث انطلقت الدورة الأولى من مهرجان عمان السينمائية الدولي على طريقة الدرايف إن في الهواء الطلق، وهي الأولى من نوعها في عمان. وتماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي، قامت إدارة المهرجان بنصب 3 شاشات سينما عملاقة في ساحة تتسع لحوالي 240 مركبة، ويشارك حاليا نحو 30 فيلما روائيا طويل ووثائقي في المهرجان الذي يستمر من 23 إلى 31 من أغسطس الجاري. نهاية فقرة المنوعات مشاهدينا، وعودة إلى الزملاء. يعطيك العافية. إذن بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة لهذا المساء. نلتقي غدا في نفس المكان والزمان. في كونوا على الموعد. تصبحون على ألف خير.